لأحاجيكم يوم القيامة. من على أكثر من منبر وفي أكثر من مناسبة دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، بل وذهب في بعض الأحيان إلى حد المطالبة بثورة دينية. وأنا بكلم بقول تاني، إحنا محتاجين ثورة دينية. إسلام البحيري وهو باحث في شؤون التراث الإسلامي كان ممن سلطت عليهم الأضواء في هذا السياق لما عكف عليه عبر برنامجه على قناة القاهرة والناس من مشاكلة ومساءلة لما يعتبره كثيرون أسسا ثابتة في أصول الدين. يجب أن نصلح ونغير الفكر الديني، وجب. وعطفا على سابق العهود التي كان فيها لأمثال نصر أبو زيد وعلي عبد الرازق وآخرين محاولات تجديدية في فلك الدين، نوظر البحيري وسوئل، وقدم الأزهر ضده بلاغا رسميا لعله ساهم في إعلان قناة القاهرة والناس إيقاف برنامجه إعلاء للمصلحة الوطنية واحتراما لفصيل كبير من الشعب المصري. ده اتهام. تمام، بس خلينا حينما تنتهي المشكلة. الجدل الذي رافق قضية إسلام البحيري وقضايا مشابهة يعتبرها البعض معاركا وهمية وتيها مصطنعا يهدف لحرف الناس عن مشاكلهم الحقيقية، دفعت الرئيس السيسي لإعادة رسم ملامح ثورته الدينية المنشودة، حيث أوضح في خطابه الأخير في الكلية الحربية أن التجديد في متن الدين وهوامشه لا يكون عبر وسائل الإعلام، بل من خلال مختصين مستنيرين، في إشارة إلى مؤسسة الأزهر التي تحتكر إدارة الشأن الديني الرسمي منذ قرون.